اهلا بكم في كورس امبيدد سيستم توتوريال. ان شاء الله النهارده هناخد 2 7 سيجمنت ازاي اوصلهم على ديكودر واحد وبعض الابلكيشن على الموضوع ده. يلا بينا نبدا كده. طبعا قبل ما نبدا الحلقه دي لازم تكون سامع حلقه 7 سيجمنت ديسبلايز والدرايفر بتاعتها وازاي بوصلها وازاي بعمل الجدول التروستيبل بتاعها وازاي بوصلها بالديكودر وازاي اتعامل مع الديكودر في حاله توصيل. والحلقه اللي بعد كده كمان لازم تكون سمعتها اللي هي خاصه ب 7 سيجمنت واحده وازاي اوصلها بالمايكرو كنترولر او ازاي اوصلها عن طريق الديكودر بالمايكرو كنترولر. نبدا مع بعض في اول برنامج وهو ان انا عندي 2 7 سيجمنت على نفس الديكودر واحنا شرحنا الديكودر قبل كده. الاي هوصلها على سي 0 البي على سي 1 السي على سي 2 الدي على سي 3 وقلنا لازم الترتيب ده هو معنا المقاومات 330. هوصل هنا خارج الديكودر بعض المقاومات مع 7 سيجمنت الاولى ومع الثانيه يعني الاثنين في نفس التوقيت. كل 7 سيجمنت هشغلها عن طريق ترانزستور طبعا مش هوصلها توصيل مباشر. الاثنين عندي كومن انود فبوصل ان بي ان ترانزستور الاميتر بتاعه ب 5 فولت والبيز 1 كيلو. بعد كده هوصله بالبن خانه الاحد عندي هنا هوصلها على دي 0 اللي هي دي 0 هنا بن دي 0 في بورت دي ومعانا كمان خانة العشرات هوصلها على دي 1 ومعانا هنا ستارت سويتش متوصل على A 4 طبعا هو بول اب يعني الديفولت داخل 1 ومعانا هنا الماستر كلير اللي بيعمل ستوب للبرنامج في اي لحظة. ما ننساش ان الديكودر عبارة عن دخوله A B C D ومباشرة زي ما احنا قلنا قبل كده ال A هوصلها على C 0 وهكذا لغاية D هوصلها على C 3 فالقيمة اللي هحطها على بورد سي مباشرة هنا هي اللي هتطلع على الديكودر في نفس الوقت هي اللي هتنور السيفن سيجمنت بالرقم المطلوب مباشرة وهيبقى الكود سهل. قلنا التروث تيبل ده بيتطبق في حالة الكومان انود والكومان كاسود مفيش مشكلة الا ان مع الكومان كاسود بوصل 74 48 اي سي ده ديكودر ومع الكومان انود بوصل 74 47 اي سي ديكودر وده شكله طبعا الديكودر اهو وادي المقاومات اللي احنا بنوصلها وادي الاثنين سيفن سيجمنت وادي الاثنين ترانزستور كل ترانزستور معاه مقاومة 4.7 كيلو اوم على البيز او 1 كيلو مفيش مشكله. زي ما قلنا عايز اعرض 0 هعرض 0 مباشره عايز اعرض 3 هعرض 3 مفيش مشكله وده كان السيماتيك بتاعته في حاله العملي يعني البنات دي ترتيبها هنا ونفس ترتيب الاي سي عمليا وادي الاي هنا على 7 والبي على 1 والسي على 2 والدي على 6. نروح لاول برنامج. اول برنامج عندي ان انا عايز اعرض رقم 21 عايز اعرض رقم 21 على الاثنين 7 سيجمنت. تعال كده نشوف اول برنامج. اول برنامج عندي ان انا عايز اعرض ال 21 باستمرار على الاثنين 7 سيجمنت. هي طبعا ان انا عشان انا موصل توصيل مباشر فالمفروض ان الرقم اللي عرضه هنا نفس الرقم اللي هنا. لا احنا قلنا ان الرقم هنا مش هيتعرض الا في حاله ان انت مشغل الترانزستور. فنعمل ايه؟ بكل ببساطه ان انا اعرض واحد على خانه الاحاد واشغل الترانزستور بتاعها. في نفس التوقيت هبقى فاصل خانه العشرات خانة العشرات الترانزستور الخاص بخانة العشرات هبقى فاصله وبالتالي هنا حتى لو حبيت اعرض واحد في نفس التوقيت مش هتعرض يعني الواحد هيتعرض هنا عشان الترانزستور ده شغال الواحد مش هيتعرض هنا عشان الترانزستور ده مش شغال هستنى زمن صغير جدا واروح ابدل اعرض 2 على 2 7 سيجمنت واشغل ده لما اشغل ده يتعرض هنا 2 في نفس الوقت دي تبقى طافيه لان الترانزستور ده هبقى فاصله فطبعا لما الديلي يبقى صغير جدا ويبقى في سرعه في التنفيذ والموضوع مكرر فانت تلاحظ ان ال 21 معروضه باستمرار. ده بيحاكي بالظبط حلقه او فكره مين الفيديو. بمعنى ايه؟ الفيديو هو عباره عن صور بتتعرض ورا بعض. لما يبقى سرعه عرض الصور 30 فريم بير سكند كده انت بتشوفه اكنه بيتحرك هو في الحقيقه اصلا الفيديو عباره عن صور. نفس الفكره ان انا بعرض الرقم ده وبعديه اعرض الرقم ده وارجع تاني اكرر الموضوع فانت بتلاحظ ان الرقم ثابت على ال 7 سيجمنت لا هو في الحقيقه في ديلي بينهم وانا بعرض القيم بسرعه كبيره جدا. تعال نشوف مع بعض هنعمل البرنامج ازاي. يبقى ادي الفويد مين عندي اول حاجه هتكون 1 0 اكس 07 او 06 ده هعرف بورت A وبورت E ديجيتال 7 سيجمنت موصله على بورت C يبقى عرفت كاوتبوت. عندي 2 ترانزستور هنا 2 ترانزستور هعرفهم كاوتبوت ف دي 0 ودي 1 عرفتهم كاوتبوت ومعانا كمان احط وحيد في الاول. ليه احط وحيد في الاول؟ عشان يبقوا طافيين الاثنين في البدايه خالص يبقى عرض مين الشاشات او ال 7 سيجمنت تبقى طافيه ما يعرضش عليها حاجه خالص. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هعرف A4 ده كايه؟ كانبوت A4 كانبوت
وبالتالي هو الديفولت داخل واحد. هقول له كده هسأل طول ما هو بواحد خليك واقف في الحتة دي خلاص. هروح لفور، فور زي ما قلنا بالشكل ده تبقى endless loop، انا عايز يعرض 21 باستمرار على الشاشة او على السيفن سيجمنت، على الاتنين سيفن سيجمنت. فاعمل ايه؟ بص معايا كده، اول حاجة لو رحنا لخانة الاحاد هشغل الترانزستور بتاعها واعرض هنا واحد، وخانة العشرات افصل الترانزستور. اي نعم هيبقى في واحد عايز يتعرض على السيفن سيجمنت بس مش هيتعرض لان الترانزستور بتاعها مش شغال. يبقى انا كده هحط على دي واحد واحد، احط دي واحد هنا لما احط عليها واحد يبقى الترانزستور ده يبقى مفصول، لان البي ان بي لما احط عليه واحد ما يشتغلش، البيز بتاعته لما احط واحد ما يشتغلش، لما احط زيرو يشتغل. فانا احط عليه واحد يبقى خانه العشرات دي فاصله، وفي نفس التوقيت اشغل مين؟ خانه الاحاد. يبقى دي زيرو احط عليها زيرو، لما احط زيرو هنا تبقى خانه الاحاد شغاله عندي تمام. واعمل ايه؟ واخلي بورت سي بيساوي واحد، يعني خانه الاحاد اعرض عليها واحد هنا. طبعا ايه؟ هحط ديلي 10 مللي سكند، ديلي صغير جدا 10 مللي سكند، يفضل ما يبقاش اصغر من 10 عشان الاستابيليتي، عشان تلحق ال 7 سيجمنت تعرض القيمه عليه، لان لو كانت اصغر من كده ممكن ايه يحصل في انستابيليتي في النظام، فيبقى ايه العرض مش مظبوط قوي معاك. فاعمل ايه دلوقتي؟ يبقى انا فصلت خانه العشرات، شغلت خانه الاحاد، وعرضت واحد، واحد ده في خانه الاحاد فعلا، واحد على خانه الاحاد اهو، وعملت اللي هي 10 مللي سكند. اعمل ايه؟ هعمل نفس الكلام مع خانه العشرات. يبقى اجي اعمل ايه لخانه الاحاد؟ يبقى دي زيرو احط عليها واحد، اروح فاصلها يفصل دي، وخانه العشرات اشغلها عن الترانزستور بي ان بي اطلع عليه زيرو، فده يشتغل. استعد للرقم اللي انت عايز تعرضه عليه. انا عايز اعرض ايه المره دي؟ بورت سي بيساوي 2، هروح اعرض هنا 2. نفس التوقيت هو عايز يعرض 2 على 7 سيجمنت دي، بس انت فاصلها هنا، ففاصلها تبقى طافيه. حط ديلي كام؟ 10 مللي سكند. يبقى هنا خانه الاحاد هتشتغل لمده 10 مللي سكند، وخانه العشرات هتشتغل 10 مللي سكند، وهتلقى الموضوع يكرر تاني اندلس لوب. وانت هتلاحظ هنا ان 21 ظاهره على الشاشه او على 7 سيجمنت ثابته على طول، مش هتحسها ان بتدي فلاش. تعال كده نروح للبروتوس بتاعنا نشوفها. طبعا على البروتوس هنا مش هتبقى دقيقه قوي، هتحس ان هي بتدي فلاش معاك. تعال نعمل رن. عملنا رن، بص كده الاثنين 7 سيجمنت عندك مفيش اي حاجه عليهم. اعمل ايه؟ لما اعمل ستارت بص كده 21، طبعا هنا تحس ان انت في فلاش هنا. لا طبعا لما تشتغل عملي هتلقى الرقم ثابت عندك مش بيدي فلاش كده. نروح للبرنامج التاني. البرنامج التاني ان عندي الاتنين 7 سيجمنت عايز اخليهم يشتغلوا من 0 ل 99. طبعا ايه كل واحد ثانية، يعني يعرض واحد استنى واحد ثانية، يعرض اتنين واحد ثانية، وهكذا لغاية 99. طبعا عندي ستارت سويتش هنا، الدايرة مفيش اي اختلاف خالص الا في الكود. تعال مع بعض كده قبل ما نبدأ الكود نشرح فكرة مبسطة ازاي هبرمج. هو انا عندي خانتين، خانة الاحاد وخانة العشرات. خانة العشرات في البداية هتبقى زيروز، وهبتدي خانة الأحد تزيد بمقدار واحد، زيرو واحد اتنين تلاتة وهكذا لغاية كام؟ لغاية تسعة. طبعا زيرو واحد اتنين تلاتة لغاية تسعة دي معناها إن العدد هنا في خانة الأحد بيزيد واحد في مقدار كل مرة. ممكن أستخدم فور لوب، يبقى أقول له فور لوب هنا ده خانة الأحد اللي اسمها الرايت عندي، رايت ديجيت، هتتغير من زيرو لتسعة. يبقى أقول له إيه؟ أعرف متغير فوق اسمه كاركتر رايت من زيرو لتسعة، وهيتغير من 0 ل 9 عشان يعمل لي فور لخانه الاحاد. خانه العشرات المره دي بكام؟ ب 0. يبقى هنا هقول له ان الليفت في الحاله دي ب 0، ده اول مره الليفت بكام؟ ب 0. هاجي بعد كده هكرر نفس الموضوع ده، الموضوع ده هيتكرر برده من 0 ل 9 في خانه الاحاد، بس المره دي مع مين؟ مع خانه العشرات يبقى فيها واحد، لان انت بتبدا 0 1 2 3 لغايه 9، بعد 9 تقول ايه؟ 10 11 12 13 لغايه 19. يعني خانه الاحاد بتتكرر معاك من 0 ل 9، بس الديجيت العشرات المره دي هيبقى بواحد. نفس النظام خانه الاحاد من 0 ل 9، يبقى نفس فور لوب اللي كانت فوق دي بنفس المواصفات، بس المره دي خانه العشرات بقت بكام؟ بقت بواحد. يبقى اقول له ايه؟ ليفت يساوي واحد. ونفس النظام مع مين؟ مع خانه العشرات باتنين، وهكرر لغايه ما اوصل لكام؟ هوصل لخانه العشرات بتسعه، هوصل لخانه العشرات بتسعه. طبعا الليفت هنا هيبقى 9، ده الماكسيمم. في كل مره برضو الرايت هيتغير من 0 ل 9. ما ننساش كمان يبقى هقول له ايه؟ كاركتر ليفت من 0 ل 9. يبقى عباره عن ايه؟ عندي اتنين فور لوب هنا،
الفور لوب الداخليه اللي من جوه هتتغير في خانه الاحاد من 0 ل 9، ويبقى الديجيت الاولاني في الفور اللي بره هيبقى بزيرو. هنرجع تاني، الفور الداخليه تتكرر من 0 ل 9، الديجيت اللي في الفور الخارجيه يبقى بكام؟ بواحد. الفور الداخليه تتكرر من 0 ل 9 والديجيت اللي خاص بالفور اللي بره دي خالص يبقى باتنين، وهكذا يبقى عندي اتنين فور، فور رايت من 0 ل 9 والعشرات اللي هو الليفت من 0 ل 9 برضه، يبقى عندي اتنين فور. تعال نشوفها مع بعض كده. يبقى اول حاجه هقول void main، عندي كاركتر اسمه رايت وليفت واس، الاتنين كاركتر طبعا عشان هو من 0 ل 9، واس ده متغير هنشوف ايه لازمته دلوقتي. وانا عامل كوما، طبعا كوما يعني ايه؟ كل المتغيرات بنفس الداتا تايب كاركتر. ال 7 سيجمنت متوصله على تريس سي او بورت سي، فانا معرفه كاوبوت ومصفره في البدايه. بعد كده ما انساش اني عندي اتنين ترانزستور، فانا معرف الاتنين بين بتاعتهم كاوبوت، وحاطط واحد في الاول عشان ترانزستورات تبقى فصل. ايه 4 انبوت، وطول ما هو بواحد خليك واقف لان ده الستارت بتاعي، ده الستارت. هروح اعمل انديلس لوب. اول حاجه زي ما احنا قلنا ان انا ايه، خانه العشرات اعرض عليها زيرو، بعد كده خانه الاحاد تتغير من زيرو لتسعة، خانه العشرات في البدايه زيرو، خانه الاحاد اغيرها من زيرو لكام؟ لتسعة. يبقى عندي كام فور؟ الفور الخارجيه دي اللي هي الليفت، عندي اتنين فور، الفور الخارجيه اللي هي الليفت، الليفت بتغير من كام لكام؟ من زيرو، والليفت اقل او يساوي تسعة لان تسعة معايا هو بلس في كل مره. جواه فور بتاعت مين الرايت هتتغير من زيرو لتسعة. ركزوا معايا كده، انا جوه هنا عايز اشغل خانه الاحاد، يبقى عايز اشغل مين؟ خانه الاحاد. يبقى افصل خانه العشرات، خانه العشرات افصلها واحط عليها كام؟ واحد، عشان ترانزستور بي ان بي بيبقى فاصل بواحد. واحط في خانه الاحاد زيرو، واخد القيمه اللي اسمها رايت دي اعرضها على بورت سي، يبقى انا مشغل خانه الاحاد دلوقتي. طيب واعمل ديلي 10 مللي سكند زي ما احنا شرحنا من شويه. طيب دلوقتي انا عرضت خانه الاحاد، خانه العشرات هجيبها من فين؟ خلي بالك ليفت بيساوي زيرو، لما ليفت يساوي زيرو يدخل ينفذ فور اللي جوه اللي هي من 0 ل 9، يبقى انا عايز المره دي تبقى الليفت هي على مين؟ على خانه العشرات. فاروح اشغل خانه العشرات، اول حاجه افصل خانه الاحاد، بعد كده اشغل خانه العشرات، بعد كده اقول له الليفت حطه على بورت سي، تمام؟ واقول له ديلي 10 مللي سكند، يبقى هو هيعرض الرايت عندي بزيرو، وخانه العشرات المره دي بكام؟ بزيرو، حلو؟ طيب يرجع تاني، ما زال هو جوه فور اللي جوه دي، هيعمل الرايت مين بلس بلس، هيزودها بمقدار واحد، يخلي الرايت كده بواحد، يعرض على خانه الاحاد بواحد، مازال الليفت عندي بزيرو، لان انا ما خلصتش الفور اللي جوه، اخلص فور اللي جوه وبعد كده اطلع بره. طيب وهكذا، رايت باتنين وتلاته لغايه ما تسعه، تبقى تسعه ومازال الليفت بزيرو، اول ما يخلص دي يرجع تاني، يروح يزود الليفت المره دي بمقدار واحد، اول ما يزوده بمقدار واحد يدخل جوه فور الاولانيه، يبدا بمين؟ الرايت بزيرو، رايت زيرو يعرض هنا زيرو وهنا واحد. يعني الرقم 10 وهكذا مع 11 و12 و13 لغايه 19، اول ما يوصل 19 يطلع فوق يزود الليفت يخليها ب 2 ويبدا بعد كده بزيرو، يعني معناها 20 21 وهكذا. طيب هتلقى هنا الرقم خانه الاحاد دي ليه 10 وخانه العشرات دي ليه 10، فهتلقاها يعرض الارقام بسرعه كبيره جدا، انا عايز اعرض الديجيت كل واحد ثانيه. يبقى اعمل ايه؟ اقول له انت بتعرض الرقم ده، عرض الرقم هيستغل عندي خانه الاحاد 10 مللي، خانة العشرات 10 مللي. طب لو انا عايز 1 سكند، يبقى عرض الرقم الكلي هيستغل 22 مللي سكند، هياخد او هيستغرق 20 مللي سكند. فانا لو خدت الكود اللي جوه ده وكررته 50 مره، يبقى اقول له من 0 ل 50 هكرره 50 مره، 50 في الديلي الكلي اللي جوه ب 20 يديني 1000 مللي سكند، 1000 مللي سكند دي بما يكافئ 1 ثانيه، يعني الرقم ده يتعرض كل 1 ثانيه. يبقى هو رايت بزيرو والليفت بزيرو، هيخش جوه خلي رايت بزيرو والليفت بزيرو، بس هيعمل رايت بزيرو واستنى 10 مللي سكند ويغير، يروح لخانه العشرات اللي هي مين؟ الليفت، ويخليها بزيرو، بس يكرر الموضوع ده كم مره؟ يعرض 0 0 0 0 لمده 50 مره، عندي 50 في ديلي 20 يديك 1 ثانيه، بعد ما يخلص دي يروح يزود الرايت بواحد، يعرض واحد على خانه الاحاد وزيرو في خانه العشرات وهكذا. تعال نشوف البرنامج مع بعض كده. هنعمل رن كده في البدايه، مش عارض حاجه زي ما انتم شايفين لان انا طافي الاتنين في البدايه. تعال نعمل ستارت، هيعرض ايه؟ بصوا 0 0 هيدي فلاش، استنى 1 ثانيه 1 0، استنى 1 ثانيه 2 0، مازال كانت العشرات بزيرو، بعد كده 3 دي 4 اللي جوه دي، هو كده شغال في 4 اللي جوه.
طبعا قلنا بيجي فلاش هنا عشان انا شغالها بروتس، لو اشتغلت عملي هتلقى القيمة ثابتة عندك، يعني هيعرض 7 وما يديش الفلاش اللي انت شايفه ده 9، بعد 9 يعمل ايه؟ يقلب دي 0 ودي 1، بعد كده 1 هنا 1. دي كانت طريقة من طرق البرمجة. تعال نشوف طريقة تانية كده. الطريقة التانية دي انا بستخدمها كتير طبعا عشان بتبقى هي مهمة جدا في طريقة البرمجة. طبعا هو انا عايز اعد من كام؟ من 0 ل 99، فانا هكتبها 0 ل 99. ده المتغير اللي انا عايز اعده على 27 سيجمنت، هسميه كاركتر كاونت من 0 ل 99. ليه سميته كاركتر او داتا تايب بتاعتي كاركتر؟ عشان هو الماكسيمم بتاع الكاركتر 255، وهو ما تعداش الماكسيمم عندي اللي هو 255. طيب بصوا كده، الطريقه كالاتي: انا هاخد الكاونت اقسمه على 10، ولنفترض ان الكاونت عندي ب 98، اقسمه على 10 يديني ايه؟ 9 والباقي 8، طريقه القسمه اللي خدناها في ابتدائي، 9 والباقي كام؟ 8. طب ايه رايك لو انا قلت 98 على 10 بالشكل ده يديني كام؟ 9 والباقي 8. لا، لما اقول على كده بالشكل ده في البرمجه يطلع لي العدد الصحيح، العدد الصحيح اللي هو 9. 9 دي تمثل ايه في 9 في 98؟ خانه مين؟ العشرات. يبقى اقول له ليفت يساوي 9. طيب لو انا قلت 98 برسنتج 10، يعني ده معنى باقي القسمه بتاع 10 او باقي قسم ال 98 على 10، باقي القسمه هنا كام؟ 8. فبالتالي القيمه دي تطلع 8. القيمه 8 دي بتمثل ايه في العدد ده؟ خانه الاحاد. يبقى اقول له رايت بيساوي 8. ايه رايك لو قلت انا كاونت على 10 بس الكاونت المره خليته ب 70؟ تعال نشوف كده، 70 على 10 فيها 7 والباقي 0. خلي بالك لازم تكتبها بالشكل ده، ده عشان تفهمها، لكن في البرنامج بتكتب كده 70 على 10 فيها الكام؟ 7. السبعة دي بتمثل ايه في العدد؟ اللي هي الليفت. يبقى ناتج القسمة هو الليفت، او لو 70 برسنتج 10 يعني الريميندر بتاعي باقي القسمة كام؟ 0. يطلع 0. يبقى الزيرو ده بيمثل ايه في العدد؟ هو الرايت. يبقى 0. يبقى انا هاخد الكاونت ده، كاونت عندي، واقسمه على 10، يبقى هو القيمة بتاعته الليفت. الكاونت اخده برسنتج 10 يعني الريميندر عندي او الباقي القسمة، هيبقى هو الرايت. طيب تعال كده، يبقى عندي الليفت هيبقى الماكسيمم كام؟ 9، والرايت الماكسيمم 9، فبالتالي الرايت من 0 ل 9 والليفت من 0 ل 9، والاثنين ايه؟ كاركتر. طبعا ما ينفعش تعرف الرايت ده كفلوت، يعني ما ينفعش تقول الرايت ده فلوت، لازم كاركتر. ممكن تعرفه فلوت، بس تعال نشوف الخطأ. لو عرفته فلوت، لو عرفته فلوت قلت 98 على 10 هيطلع 9.8، يطلع ايه؟ 9.8. لو عرفت الليفت ده كاركتر هتقول 98 على 10 تطلع 9.8، يطلع الليفت قيمته 9.8 ما تطلعش 9. فانا لما اعرفه كاركتر يعني ياخد قيمه صحيحه ويهمل الكسر، تمام؟ طيب هنروح لمثال تاني، كاونت على 10. الكاونت المره دي هخليه ب 2، 2 على 10 فيها ايه؟ فيها الزيرو طبعا، لان الاثنين اقل من 10، فبالتالي ناتج القسمه 0 والباقي معاك 2. فهقول كده 2 على 10 فيها الزيرو، يبقى الليفت يساوي زيرو. دي اكني اكتب ايه؟ 2 في خانه الاحاد و0 في خانه العشرات. طيب يبقى الليفت بزيرو، 2 برسنتج 10 بقى القسمه يطلع 2، يبقى الرايت يساوي 2، يبقى يتكتب على خانه اليمين هنا 2 وعلى الشمال 0. مثال تاني هقول 9، 9 على 10 فيها الكام؟ زيرو والباقي 9، يبقى 9 على 10 الناتج زيرو، يبقى ده الليفت، و9 برسنتج 10 هو مين؟ الرايت عندي ب 9. يبقى مباشرة الكاونت ده لو قيمته بتزيد يبقى اخد الكاونت ده واقسمه على 10 يطلع هو الليفت، الكاونت برسنتج 10 يطلع لي الرايت. تعال كده في البرنامج، ادي هعرف مين عندي كاركتر كاونت ورايت وليفت واي. كاونت ده قيمته من 0 ل 99، الرايت من 0 ل 9، الليفت من 0 ل 9. الاي تعال نشوف هتتعرف فين في البرنامج. ادي ترسي، وادي يمين الترانزستورات، وعملت اون، وادي السويتش، واستنيت عملت ستارت لو، استنى اعمل ستارت لو لان هو بول اب هنا. طيب ادي الفور بتاعتي الاند لوب، اعمل ايه؟ هاخد الكاونت بتاعتي هي هتبقى فور واحده، خلي بالك فور واحده رئيسيه للعب، فور كاونت بتساوي 0 وكاونت اقل من 100، اقل من 100 يعني لغايه 99، بتزيد واحد في كل مره. مش قيمه الكاونت ده تبدا من 0 ل 99؟ ايه رايك لو انا خدت الكاونت قسمته على 10 يبقى هو ايه؟ يبقى خلي بالك الامثله اللي شرحناها يبقى هو الليفت عندي، عشان كده الليفت انا عرفته بمين؟ فوق كمتغير. لو خدت الكاونت قلت برسنتج 10 يطلع لي مين؟ يطلع لي الرايت. انا هعمل ايه دلوقتي؟ المفروض اخد قيمه الرايت دي، قيمه الرايت دي كمتغير اعرضها فين؟ اعرضها على خانه الاحاد. اعرضها على خانه الاحاد ازاي؟ يبقى اول حاجه افصل خانه العشرات واشغل خانه الاحاد اللي هي 0 دي، بعد كده
هقول له ان بورت سي بيساوي رايت، هات القيمه رايت دي اللي طلعت وليكن اي قيمه حطها في بورت سي، يعرض خانه العشرات، اعمل دي 10 مللي سكند. هروح لخانه العشرات، خانه العشرات يبقى اول حاجه افصل خانه الاحاد واشغل خانه العشرات، واخد قيمه الليفت اللي هي العشرات واعرضها على بورت سي المره دي، واعمل ديلي كام؟ 10 مللي سكند. كده هو هيعرض ايه؟ هيعرض القيمه عندي بسرعه كبيره جدا، يعني هيعمل كاونت زيرو ويطلع الليفت والرايت عنده زيرو 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 طبعا، وهيعمل خانة الأحد زيرو استنى 10، خانة العشرات زيرو استنى 10 مللي سكند، وتلاقي يرجع يزود الرقم تاني، هتلاقي الأرقام بتزيد بطريقة سريعة جدا. فأنا عايز الرقم يظهر كل واحد ثانية، أعمل إيه؟ الجزء ده برضو أكرره جوه فور لوب عشان أحصل على زمن مطلوب هو واحد ثانية. هنا يبقى أعمل إيه؟ يبقى اجي في الكود ده اللي عايزه يتكرر، هقول له عندي 20 مللي سكند اللي هي متقسمه خانه العشرات 10 والعشرات 10، يبقى كده الاجمالي 20 مللي سكند، اضربها 50 يديني 1 ثانيه المطلوبه. يبقى اقول له اي اللي هي اي اللي انا عرفتها فوق دي بتساوي 0، اي اقل من كام؟ من 50، عشان من 0 ل 49 يديني 50، عدد العدات 50، في 20 يديني 1000، اي بتزيد في كل مره. تمام، يبقى كده انا بحصل على 1 ثانيه. تعال كده نشوف الكود، بصوا كده اهو، اعمل رن، هنعمل ايه؟ 00 اهي، 10 وهكذا. طبعا انا لو ضغطت ماستر كلير في اي وقت، بصوا كده فصل الاتنين 7 سيجمنت. ليه؟ لان هيحتاج مني ستارت الاول عشان يبتدي عد. نفس الدايره بس المره دي انا مش عايزه يعرض الرقم كل واحد ثانيه وان عندي ستارت بس، لا ده كل ضغطه اضغط يزيد بمقدار واحد. طبعا ايه؟ لا يعتمد على زمن الضغطه، بمعنى ان انت ضغطت وسبته مضغوط يعرض ديجيت واحد، ما يزيدش الا بقيمه واحده. تمام؟ طيب نشوف الكود. الكود بتاعنا ان انا هعمل فانكشن. هعمل ايه؟ فانكشن في الاول. الفانكشن دي هتستقبل متغير اسمه كاونت، نوعه كاركتر، اللي هو كام؟ من 0 لكام؟ ل 99. يبقى كاونت ده قيمته كام؟ من 0 ل 99. الكاونت ده قيمته من 0 ل 99. هروح اعمل ايه؟ اخد كاونت اقسمه على 10 احطه في الليفت زي ما قلنا، برسنتج 10 احطه في الرايت، اشغل خانه الاحاد وافصل خانه العشرات واخد الرايت اعرضه على البورت سي واعمل ديلي 10، بعد كده اشغل خانه العشرات واطفي خانه الاحاد واعمل الليفت على بورت سي، بعد كده اعمل ديلي 10 مللي سكند. يعني هي الداله دي اللي بتعرض الرقم. تمام، طبعا مفيش ديلي رئيسي هنا غير الديلي 10 مللي سكند عشان الاستابيليتي، عشان اقدر اعرض الرقم على 7 سيجمنت، لكن ملهوش علاقه بتامين بالزمن الكلي بتاع الديجيتس. دي الداله، لما استدعى الداله دي يعرض لي الرقم، يعني لو مسكت كاونت دي قلت له 9 يروح عارض 9، قلت له كاونت ب 10 يروح عارض 10. طبعا الداله هنا اسمها فويد لان هي مش هترجع حاجه، مش هترجع حاجه. رقم 2 هنا اندر سكور كاونتر، ده اسم الداله، اسم الدال. اما كاركتر كاونت ده الفاريبل او قيمه الفاريبل اللي هي داخله للدال. طيب نروح للبرنامج الاساسي بتاعنا الفويد مين. الفويد مين يعمل ايه؟ اول حاجه عرف كاونت بيساوي 0 الداتا تايب بتاعته كاركتر، انه هيعد من 0 ل 99 زي ما قلنا، تريسيب كاوتبوت و2 ترانزستور اوتبوت، وهفصل الاثنين في الاوتبوت في الاول، هفصل الاثنين في الاول وهعرف السويتش ده كايه، السويتش ده كانبوت. طبعا هو مش خاص بالستارت ده، انا اضغط على السويتش 7 سيجمنت تزيد بمقدار واحد. طيب هقول له وايل واحد، وايل واحد، انا عايز اكرر الكود هنا. ايه في البدايه؟ اقول له الكاونت عندك بمين؟ بزيرو. يبقى استدعى الداله وحط الكاونت بزيرو، زيرو هنا يروح يستدعى الداله، يروح يعرض على الرقم هنا خانه الاحد زيرو، خانه العشرات زيرو. طيب ده في البدايه بدون نضغط، يعني في البداية كده أول ما أعمل رن يروح عرض زيرو فعلا لأن أنا ما ضغطتش، يبقى عرض زيرو. طيب هروح أقول له إف إيه 4 بيساوي يساوي زيرو، لأن هو الديفولت داخل واحد، فلما أنا أضغط يروح داخل زيرو. هقول له لما أنا أضغط ويدخل زيرو أعمل إيه؟ زود الكاونت، زود الكاونت، زود الكاونت طبعا، وما انساش اعمل تشيك لو الكاونت يساوي 100 خلي الكاونت بزيرو، لان احنا قلنا هيعرض من 0 ل 99 فوارد ان هو يوصل ل 100، فاقول له لا اول ما يوصل ل 100 صفره خليه بزيرو. طبعا هو هيعمل ايه؟ انت سيادتك لما تضغط على السويتش دي
هتروح تلقى دخل كده عمل ايه، عمل استدعى او عمل كاونت بطريقه سريعه جدا. فانت ضغط هنا في الحاله دي بايه؟ بزيرو. فاقول له لما زيرو خلي الكاونت مين بلس بلس، لو 100 خلي بزيرو. طيب هتبقى انت ما زلت ضاغط، ما زلت ضاغط يعني ده بزيرو. عايز اقول له طول ما انا ضاغط، طول ما انا ضاغط استدعى الداله والكاونت اللي هو من الحاله الاولانيه فين؟ بواحد. مش انت كنت ضغطت هنا، فانت لما ضغطت بالكاونت بواحد. هروح اقول له طول ما انا ضاغط استدعى الداله وعوض فيها كاونت بواحد طول ما انت ضاغط هنا. طبعا انت هترفع ايدك، اول ما ترفع ايدك الشرط ده ايه؟ مش هيتحقق، يروح طالع من الداله دي، يروح فين؟ يروح يرجع تاني، مازال الكاونت من الحاله الاولانيه بواحد، استدعى الداله ويعرض واحد. هتستنى الضغط المره الجايه عشان يزيد بمقدار واحد. طبعا لازم الكود يتبرمج بالطريقه دي، لو برمجته باي طريقه تانيه ممكن ما يشتغلش معاك. يعني ما ينفعش استخدم فور واقول له كاونت من 0 ل 99 واعمل فور لوب، لا، الطريقه دي اصح الطريقه في البرمجه. يبقى تاني استدعى الداله بتاعت الكاونت واعرض 0، لما انا يضغط على السويتش خلي الكاونت بلس بلس، واقول له لو وصل ل 100 خليه 0. اقول له طول ما انت ضاغط على السويتش، طول ما انت ضاغط على السويتش عشان ما احددهوش بفتره زمنيه، احدده بالضغطه، طول ما انت ضاغط على السويتش استدعى الداله واعرض الكاونت اللي هو بواحد هنا المره دي. طيب اول ما ترفع ايدك يرجع واحد، اول ما يرجع واحد يطلع فوق يستدعى الداله تاني. ليه؟ عشان ما افصلش الاثنين 7 سيجمنت هنا، اخليهم شغالين بناء على الداله اللي انا مستدعيه. اول ما تضغط يرجع ينفذ الكود تاني. تعال نشوف مع بعض كده على البروتوس. طبعا انا استدعى الكود اهو وذ سويتش اهو، هعمل ران. بصوا كده في البداية عرض ايه؟ زيرو. لما انا اضغط على السويتش يبقى واحد، اضغط على السويتش يبقى اتنين. طب انا ضغطت وخليت انا ثابت في الضغط، بص مضغوط على طول يعرض كام؟ تلاتة. حتى لو كانت الضغطة مستمرة يعرض تلاتة، مش هتتغير. طب ارفع ايدي من على السويتش مازال التلاتة متغيرتش. ليه؟ محتاج ان انا اضغط المرة الجاية عشان تبقى اربعة اهو، خمسة. بصوا كده هضغط بسرعة لان مفيش ديلي هنا، مفيش ديلي بين كل ديجيت والتاني اهو، ستة سبعة. بصوا كده كل ما نضغط بسرعة هنا هو بيغير بسرعة عندي، وصل 17. تمام. طب انا هضغط واثبت 18 وهكذا لغايه 99. اول ما توصل 99 تضغط كمان ضغطه يصفر يبقى 0، يبقى 0 لان ايه؟ اخر الاثنين ديجيت هنا 99. بص معايا كده الكود. طبعا انا عندي هوايل دي، لو انا شلتها عملت كومنت كده اللي هي طول ما انت ضاغط اعرض الداله كده ايه؟ بص كده ده مع اللي هو الداله اللي انا كتبتها، هيعرض زيرو في البداية، أول ما تضغط هيخليه بلس، تمام؟ ولو كان ب100 هيصفر، هيرجع تاني دي مش موجودة، هيرجع تاني يعمل إيه؟ يعرض مين؟ يعرض عندك الواحد اللي أنت كتبته. طيب هيلقاك ما زلت ضاغط، أول ما زلت ضاغط هيزود الكاونتر ويرجع تاني يعرض اتنين، أول ما يعرض اتنين يلقاك ضاغط وهكذا. هتلقى في الضغطة الواحدة ممكن إيه؟ يعرض أرقام كبيرة جدا. أنا هعمل بلت كده وتعال كده على البروتوس نشوف هيحصل ايه. اهو ستوب، ادي ران. عرض ايه كده في البدايه؟ زيرو. تعال كده نضغط ضغطه خفيفه، بص عرض كام؟ 9. يعني بعد الضغط عرض 9 مش واحد. طب اضغط كمان ضغطه، بص 22. ضغطه 35، فاهم الفكره؟ طب فضلت ضاغط، بص كده الارقام هتبقى سريعه جدا، الارقام هتبقى سريعه جدا هنا. بص كده اهو 90 15 يرجع يعيد، ده كله في الضغطة الواحدة. عشان كده أنا في الكود هنا لازم أقول له إيه؟ طول ما أنا ما زلت ضاغط، طول ما أنا زلت ضاغط على السويتش إعمل إيه للكاونتر؟ خليك في الرقم القديم ما تغيرهوش، الرقم القديم خليك أنت بتعرضه. تعال نعمل بلتة كده نرجع تاني للبروتوس أهو، بصوا كده أضغط أدي ضغط بقيت واحد. طب اضغط باستمرار تبقى اتنين ومش هتتغير. اتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، لو عندكم اي استفسارات سيبوها لنا في تعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش تسمعوا الفيديو الخاص بالديجيتال ترافيك لايت سيستم تطبيقات على السيفن سيجمنت، وكمان الاوتوماتيك جراج عشان كابليكيشن على السيفن سيجمنت كمان، و
ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تتابعونا في كل فيديو جديد، وشكرا جزيلا.